على هذه النار. أنا أما حرمت عليك أن تفعلي ذلك يا طرشبا؟ بلى حرمت علي، ولكن اليوم عندنا ضيفا ويجب أن نقبل. من؟ هذا العجوز الأخرق الأبلة؟ ألست أنت من كان في العرس؟ وهذا حصاني الذي سرقته. صحيح أنك لم تعرفني يا جساس؟ سالم، قلت لكم إنه السير. إنه السير سالم.